احمد الکرخی رئیس جمعیت حقوقدانان مستقل عراق متشکل از 12,000 وکیل و حقوقدان بیانیه 2,155,000 مردم عراق که ما حقوقدانان همه امضاهای آن را بررسی و تایید کرده ایم محصول اعتبار مجاهدین بین خلق عراق است. حقيقة أنه مجاهدي خلق لهم سمعة طيبة بين أبناء الشعب العراقي، وإن جمع 2,000,000 توقيع ليس بالأمر الهين، وإنما سمعة المجاهدين وعلاقتهم بالمواطنين العراقيين الجيدة هي التي جعلت المجاهدين يجمعون هكذا كم هائل من التوقيع اللي هي تبلغ حوالي 2,000,000 توقيع. وإننا بصفتنا حقوقيين دققنا التوقيع ووجدناها أنه مطابق، إنما توقيع مختلفة وتعود إلى نفس الأشخاص الموقعين عليها، وهذه الكيفية ليست بالمهمة السهلة. حقيقة المطالب عديدة وهي مطالب قانونية وشرعية وليس فيها أشياء مخالفة للقانون، لأن النظام الإيراني لا شك أنه يتدخل في أمور الشعب العراقي منذ الاحتلال ولحد هذا التاريخ. وطلبنا طلب الموقعون على هذا البيان طلبوا من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف تدخلات النظام الإيراني الدموية واحتلال العراق وضمان الحد الأدنى لمعايير الأمن في معسكر ليبرتي وتوفير الحماية الكاملة لهم ضمانا لأموالهم وضمانا لأرواحهم وحرياتهم، وإلزام الحكومة العراقية على إطلاق سراح الرهائن السبعة الذين اختطفوا في الأول من أيلول لعام 2003. ويطالب الموقعون أيضا إجراء تحقيق محايد وعاجل حول الجريمة المروعة اللي وقعت في الأول من أيلول عام 2013 وتقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة. أنه مجاهدي خلق ثبتوا وخلال تواجدهم في العراق منذ 25 عاما تقريبا أنهم أصدقاء، وتربطهم بالعراقيين روابط وشائج علاقة حميمية طيبة، وهم والعراقيين أصبحوا تقريبا كأسرة واحدة، لأنه وبالنتيجة هم ضد تدخلات النظام الإيراني بالعراق وضد تدخلات النظام العراقي الإيراني العفو في الشأن العراقي الداخلي خصوصا. فلذلك العراقيين يتعاطفون معهم إلى أبعد الحدود، وبدليل أنه التوقيع 2,000,000 وحصول المجاهدين على هذه التوقيع يدل على الروحية العالية اللي يتحلى بها أبناء الشعب العراقي تجاه المجاهدين، والعكس أيضا صحيح. أنا أنصح أخواني وأخواتي المجاهدين في ليبرتي أنه يستمرون في جهادهم، وإن النصر قريب وحاسم بإذن الله تعالى، وأتمنى لهم النصر المؤزر في كل الأوقات، وأشكركم.